يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لعشر الصبح في الاهلي وتاني فقراتنا الحواريه. النهارده منورنا الناقد الرياضي الاستاذ اسلام محمد اللي مشكورا هيتكلم معانا بكل كبيره وصغيره حصلت في الادوار اللي فاتت وبتحصل حاليا واحنا النهارده في اخر يوم في دور ال 16 واللي هيحصل كمان ابتداء من انطلاق مباريات دور الثمانيه. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الفل عليك وصباح الفل على بيت يعني قناه النادي الاهلي. بحييك طبعا وبحيي نهاوند، وعايز اقول لك ان انا فخور ان انا موجود في قناه نادينا العظيم قناه النادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله ان احنا نكون ضيوف خفاف كده ونعمل حاجه ان شاء الله تليق بقناه النادي الاهلي ده باذن الرحمن. احنا عندنا كلام كتير بقى اسلام. صباح الفل صباح طبعا الفل عليك. وخلينا نبدا كده من مباريات امبارح لان كان في كذا ماتش مهم وكنا حللنا قبل المباراه هيبقى شكل المباراه ازاي وقلنا يمكن اليابان وكرواتيا تحديدا هيبقى فيها نوع جديد من التنافسيه ربما مفاجاه الى حد ما، بس يمكن لقينا ده شويه برضو ما نقدرش نقول ما لقيناهوش لان اليابان كانت هي اللي عملت جول في الاول، احرزت جول او هدف في البدايه، بعد كده كان في تعادل، بعد كده كان في رجالات ترجيح، وده ياكد ان اليابان برضو كان منافس قوي قوي وشرس. يعني زي ما انت قلت يا نهاوند، الحقيقه يعني اليابان عامله من اول تقريبا المونديال عامله مونديال استثنائي. يعني شفنا اليابان بتكسب المنتخب الاسباني وصيف العالم، شفنا ايضا بيكسبوا المنتخب الالماني العنيد القوي اللي كان الحقيقه عليه علامات استفهام خلال النسخه دي. اليابان لغايه امبارح يعني كان ممكن ان احنا نشوفه في الدور ربع النهائي لولا تعادل المنتخب الكرواتي، ونحط بين قوسين كده خبرات المنتخب الكرواتي. الحقيقه اللي حسم ركلات الترجيح هو الخبرات المنتخب الكرواتي، حارس المرمى الكبير جدا كمان كان ليه عامل مؤثر جدا. الحقيقه انتهت مغامره المنتخب الياباني اللي احنا كنا متعاطفين معاه بشكل كبير بسبب الاداء والمستوى اللي هو ظهر بيه خاصه في دور المجموعات. يعني تخيل انت فوز على منتخب بحجم المنتخب الاسباني، فوز على منتخب بحجم المنتخب الالماني، وكان خلي بالك ده كانوا كمان المنتخب الاسباني كمان كان مهدد ان هو يخرج لولا فوز المنتخب الالماني على على منتخب كوستاريكا. فاعتقد كل التحيه والتقدير للمنتخب الياباني على الفتره اللي هم عملوها في المونديال دي. صحيح، برضو من الماتشات اللي ناس كتير قوي استمتعت بمتابعتها ماتش البرازيل وكوريا الجنوبيه، والكفاح والصمود حتى اخر لحظه من طرف كوريا الجنوبيه. ولكن في نهايه المطاف انت بتتكلم على التاتشات البرازيليه اللي بمنتهى البساطه والاريحيه تلاقي نفسك بتجيب الكوره من الجول. ماتش حلو قوي، الاجوال حلوه بشكل فظيع. شفت الماتش ده ازاي وتقييمك ايه بص لو اتكلمنا عن المنتخب البرازيلي والهزيمه اللي هي الاخيره اللي هي من المنتخب الكاميروني، بص يعني احنا ماشيين مباراه في المونديال. يعني دور المجموعات بيبقى ليه حسابات مختلفه تماما عن الادوار الاقصائيه سواء الدور ال 16 او حتى ربع النهائي. فاعتقد ان البرازيل قادره ان هي ترجع في اي وقت. البرازيل معاها فرقتين على مستوى عالي جدا، يعني لو بصيت كمان يا كريم على الدكه بره او على اللعيبه اللي جوه بتقول فرقتين. طبعا هتلاقي اللي بره زي اللي جوه، وكمان في عناصر مميزه بره. يعني تخيل ان لما يكون عندك بره على الدكه داني الفيش وفي عناصر مميزه جدا طبعاً. كمان في المنتخب البرازيلي تشيرسيسون كمان المهاجم الكبير جدا اللي عامل كمان طفره كبيره جدا في كاس العالم قطر 2022. فالحقيقه البرازيل لا منتخب قوي، منتخب شرس جدا. اعتقد من سوء حظ المنتخب الكوري ان هو اصطدم بالمنتخب البرازيلي في دور ال 16. اعتقد ان كوريا لو كانت قابلت اي منتخب غير المنتخب البرازيلي كنا ممكن نلاقي المواجهه 50-50، ولكن البرازيل قدر ان هو يحسم المباراه تقريبا مبكرا. نيمار كمان مؤثر جدا مع المنتخب البرازيلي، كان في تصريح شهير بالنسبه للمدير الفني للمنتخب السويسري حتى والمنتخب الكوري ان هو يتمنى ان هو ما يشوفش نيمار بيلعب كره قدم. مش عايز اشوف. صحيح يا كريم صحيح، ولكن شفنا زي ما قلت لك نيمار متألق بشكل كبير طبعا. وبيصنع طبعا. الفارق في اي وقت. طيب يعني هل بتتفق ان المونديال ده فعلا مونديال المفاجآت الى حد ما، ولا الموضوع على فكره متوقع وعادي دور المجموعات ده كان طبيعي ان ما يبقاش الفرق او المنتخبات الثقيله بتلعب بشكل كبير او يعني مستقتله فده طبيعي يعني؟ لا بصي، هو انا زي ما قلت لكريم ان
الدور الاول بيختلف تماما عن الادوار الاقصائيه سواء دور ال 16 او دور ال 8. في حاجات شفناها منتخبات عدت ومنتخبات راحت غير روسيا غير قبل كده المونديال ده ديفرنت او مختلف شويه. المفاجاه بالنسبه لي انا شخصيا كناقد رياضي او صحفي وبالنسبه لكم انتوا اكيد وبالنسبه للساده المشاهدين هو عدم وجود المنتخب الايطالي تحديدا طبعًا. في هذا المونديال طبعًا. المنتخب الايطالي جه وقت عليه يا كريم كان البعض بيتكلم وبيتحدث ان هو منتخب دفاعي بحت. كنا بنتكلم من شويه مع الدكتور محمد على باجي وزمن ده طبعا 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 وللبيير والعناصر المميزه دي، فهي مفاجاه ان المنتخب الايطالي مش موجود، وحتى المنتخب السويدي اللي ليه برضه باع كبير في كاس العالم. ولكن شفنا النسخه دي الحقيقه شفنا مفاجات كبيره زي ما حضرتك بتتكلمي، شفنا السعوديه بتكسب الارجنتين صحيح. فعشان كده كريم بقول لك ان الموضوع في البدايات بيختلف تماما. المنتخبات الكبيره بتقدر ان هي تعود بتاخد اللي هي عايزاه من دور المجموعات اللي احنا اتكلمنا فيه بهدوء وبيلعبوا بهدوء بالظبط. شفنا الارجنتين بعد كده حاجه تانية يعني قدرت ان هي قدرت ان هي تصعد. شفنا البرازيل بيخسر من الكاميرون قدر ان هو يصعد. شفنا فرنسا بتخسر كمان من المنتخب التونسي وقدر ان هو يصعد. فزي ما بقول لك فرنسا كمان كان بتلعب قدام المنتخب التونسي بالصف الثالث وبالصف الرابع يا كريم. فرنسا منتخب شرس جدا هنتكلم عليه، ولكن زي ما انت قلت يا نهاوند ان لا هو فعلا نسخه استثنائيه، نسخه المفاجات في الدور الاول. ولكن لو جينا اتكلمنا عن الادوار الاقصائيه لا، المنتخبات اللي صعدت هو ده الطبيعي بالزبط. هو ده الطبيعي اللي احنا نشوفه ان هم يصعدوا يعني. هل في وسط الحاجات الطبيعيه دي كان في حاجه في رايك وفي وجهه نظرك مش طبيعيه؟ هل في منتخب فاجئك مثلا وانت مش متوقع ان يكون مع الصاعدين؟ بص انا كنت اتمنى ان المنتخب السنغالي يكمل، يعني المنتخب السنغالي بيمتلك عناصر مميزه جدا، ولكن الحقيقه يعني علامات استفهام على مندي تحديدا. مش هو ده مندي اللي احنا نعرفه شفنا في بطولة افريقيا كان بيصنع الفارق مع المنتخب السنغالي مع فريقه، وايضا تشيلسي كان بيصنع الفارق، ولكن مندي عليه علامات الاستفهام كبيره جدا الحقيقه. كان ولا دي لعنه اللي اتعمل فينا لعنه الفراعنه لان في ناس كتير قالت لك دي لعنه الفراعنه فعلا صحيح. وطلعوا تاني شيروا الصور بتاعت محمد صلاح ووشه كله متلخبط بالليزر الاخضر لو تفتكر. صح صحيح يا كريم. هو يعني بص احنا تقريبا من بعد بطوله كاس الامم افريقيا احنا كنا نتمنى ان المنتخب يكون متواجد الحقيقه في كرنفال كبير زي ده. تخيل طبعًا. تخيل انت منتخب مصر متواجد والملعب متقفل. والله يعني هو ان انت ممكن نعمل شغل طبعا بالتواجد العربي الجماهير الكبير ده. انت منتخب مصر يا كريم يعني لا ما شاء الله يعني ليه شعبيه جارفه تحديدا في قطر وفي كل الدول العربيه. شفنا المنتخب لما راح الكويت كان الملعب طبعًا. متقفل امام طبعًا. منتخب بلجيكا. فتخيل انت المنتخب الوطني كان متواجد في نسخه زي دي، اعتقد كان الوضع يختلف تماما. ولكن خلاص احنا مش هنبكي على اللبن المسكوب، خلاص احنا بنتمنى لهم التوفيق الفتره اللي جايه. ولكن زي ما قلنا موسم بالفعل هو استثنائي، مونديال استثنائي، في مفاجات كبيره في الدور الاول، ولكن خلاص المفاجات تقريبا انتهت. المباريات اللي جايه ضرب نار، يعني لو اتكلمنا انجلترا وفرنسا اعتقد نهائي تعالى نقف عند الماتش ده شويه فرنسا ده حوار تاني. بس انا اتوقع طبعا. فرنسا يعني اكيد يعني بنسبه اعلى بكتير فرنسا كاس العالم ده تحديدا. فرنسا خلي بالك جايه طبعا هي حامل اللقب، تخيل ان هم بيصعوا للقب الثاني على التوالي، وده خلي بالك برضو من النادر ان تلاقي منتخب بيحقق اللقب في نسختين متتاليتين ورا بعض. بس خلي بالك ماتش فرنسا وانجلترا اصل في مباريات معينه، وده ياكد لك ان هواند برضو فكره ان السياسه جزء لا يتجزا من كل نسخه من المونديال. يعني انجلترا وفرنسا من قديم الازل في حساسيات صحيح. الماتش اللي كان بين امريكا وايران كان في حساسيات جدا، وكان الناس قاعده مستنيه لاعتبارات غير كرويه، عايزين يشوفوا مثلا فريق بعينه هو اللي بيكسب صحيح. انا بس اللي عايز اتكلم فيها كريم ان النسخه دي تحديدا يعني الفوارق اتذللت تماما، ما بقاش في فوارق ما بين حتى المنتخبات اسيا او منتخبات افريقيا ومنتخبات اوروبا. يعني في النسخ السابقه كنا بنشوف منتخبات اوروبا مسيطره مهيمنه نازل انت عارف انت هتعمل ايه. احنا عندنا مشكله نفسيه للاسف في المنتخبات العربيه بتاعتنا، اللي هو انت ممكن تأدي 100% في شوط واحد وتيجي المباريات التاليه الحقيقه الكيرف بينزل تماما. شفنا السعوديه عملوا 45 دقيقه هايلين قدام منتخب الارجنتين وقدروا ان هم يحرجوا المنتخب الارجنتيني، عملوا مباراه كبيره قدام بولندا، ولكن هي النتيجه اللي جت عكسيه، وهي دي خلي بالك النتيجه اللي بنسبه كبيره اطاحت بالمنتخب السعودي خارج المونديال قبل المباراه المكسيكي الاخيره اللي كانت بالنسبه للمكسيك بالنسبه للمكسيك والسعوديه كانت تحصيل حاصل زي ما انت ما قلت يا كريم، لانها كانت مرتبطه بنتائج الاخرين. فقدرت السعوديه ان هي ما تكملش المونديال، كنا نتمنى طبعا ان هي تكمل بكل تاكيد، ولكن
هي نسخه هنرجع ونتكلم ان هي في الدور الاول كانت شيء، اما الادوار المقبله بقى زي ما انت ما قلت بدايه من مباراه انجلترا وانجلترا وفرنسا هتبقى مباراه ناريه، مباراه من العار الثقيل، هتبقى مباراه كمان ممتعه بالنسبه للساده المشاهدين. المغرب النهارده بقى طبعا اللي بندعي لها وبنتمنى لها كل النجاح والتوفيق. هو ده فرس الرهان بقى يا كريم، يعني هو ده فرس بس الرهان. بس خلينا نبقى واقعيين، هقول لك على حاجه، يعني طبعا احنا هنتكلم بقى دلوقتي بلغه مش فيها نوع من العاطفه. صحيح. احنا كنا في دور المجموعات عندنا عاطفه شديده وعايزين يبقى في تشجيع وكان في فرصه اكبر. دلوقتي طبعًا. اسبانيا احنا هنتكلم بالعقل، في برضو خطوره على منتخب المغرب الى حد كبير. خلينا كده برضو انت اقرا لنا فنيا شايف انهي كفته ارجح برضو يبقى فيها كلام. بصي بالنسبه للمنتخب المغربي عايز اقول لك ان كل القوام اللي متواجد في التشكيل الاساسي هم لاعبين محترفين في كل الدوريات الاوروبيه، مش بعاد عن الكره الاسبانيه خالص. يعني هتلاقي لعيبه موجوده في الدوري الانجليزي، هتلاقي لعيبه موجوده في الدوري الفرنسي، في الدوري الايطالي، حتى في الدوري التركي هتلاقي فيه بعض اللاعبين. يعني انت لو بصيت على تشكيله المنتخب المغربي مش هتلاقي تقريبا في التشكيله الاساسيه الركراكي بيلاعب لاعب موجود محلي من الدوري المغربي، هتلاقي كل العناصر اللي موجوده محترفين. وعايز اقول لك برده معلومه مهمه كريم برضو من خلال البرنامج، ان المحلل الاداء اللي كان متواجد مع منتخب بلجيكا واللي كان عامل طفره كبيره جدا مع المنتخب البلجيكي، الركراكي قدر ان هو يتواجد مع يكون متواجد معاه في كاس العالم قطر 2022، والحقيقه الراجل ده عامل شغل كبير جدا. خلي بالك قصه المحلل الاداء دلوقتي بقت حاجه مهمه جدا في كره القدم، والعامل النفسي كمان بيكون مؤثر جدا. احنا كان عندنا فقره كامله. فبالنسبه لمحلل الاداء الحقيقه عامل طفره كبيره جدا. هو ازاي محلل الاداء ده على اهميته كنا غافلين عنه؟ صحيح. لازمنه. صحيح. يعني ازاي يعني؟ صحيح. قعدنا فتره طويله تقريبا احنا ما كناش بنفكر اساسا في القصه دي. يعني خلينا نتكلم ان الاهلي دايما هو بيصنع الفارق داخل مصر. يعني شفنا الاهلي هو من استقطب طبعا. محلل الاداء. الاهلي دايما بيكون في حته ثانيه الحقيقه، سباق الحقيقه، وبيكمل يعني في نقط بتكون بعيده خالص عن كل المنافسين بكل امانه، سواء خلي بالك سواء هنا في مصر او حتى في الدول في شمال افريقيا، انما في اسيا في الكلام ده ما فيش اي مشكله. طبعًا. ولكن الاهلي دايما زي ما انت ما قلت يا كريم سباق. طبعا محلل الاداء ده عامل مهم وعامل مؤثر، خاصة في كأس العالم. الأهلي دايما بيشارك طبعا في كأس العالم الأندية، فطبيعي إن هو يكون متواجد معاه. فالمغرب النهارده عليه يعني بص الركراكي طبعا عليه ضغط كبير، لأن منتخب أسبانيا منتخب كبير جدا، خلي بالك يمتلك طبعًا. من عناصر في كل الخطوط. يعني بص لو اتكلمت من حراسة المرمى حتى راس الحربة، لا هتلاقي منتخب قوي جدا وصيف العالم، بيبحث بقى عن لقب بعد فقدانه اللقب الماضي. فأعتقد هتكون مباراة صعبة جدا، وأتمنى إن الركراكي ما يفتحش المباراة مبكرا مع المنتخب الأسباني، لأن لو لا قدر الله المنتخب الاسباني قدر ان هو يسجل هدف مبكرا الوضع هيكون صعب على المنتخب المغربي. ليه بتقول ليه لو يعني ليه السبب لو سجل مبكرا هدف ايه اللي هياثر؟ هتتكلم نفسيا مثلا ممكن؟ بصي هو المنتخب الاسباني بيمتلك سرعات رهيبه رهيبه سواء على الاطراف او حتى اللي جاي من الخلف للامام، اللي جاي من نص الملعب، وعنده يعني الحته الاماميه دي يا كريم هتسبب مشاكل وهتسبب متاعب بالنسبه للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي زي ما قلت لك عنده بدائل مميزه جدا وعنده قوام كبير جدا، ولكن المنتخب الاسباني حظوظه هتكون كبيره جدا لو الركراكي فتح المباراه زي ما قلت لك يا كريم مبكرا، اعتقد هتبقى فيه مشكله بالنسبه للمنتخب المغربي. يعني هم يجيبوا فيه يعني جول، يجيبوا جول لو سجلوا هدف بقى الماتش. ما هو انت مع ان الجول يعني الماتش دلوقتي احسن له ان هو يوصل لضربات ترجيح مثلا، ده هيكون افضل لصالح المغرب، ولا ان هم يبتدوا يلعبوا بشكل هجومي من البدايه ده ربما يضغط على اسبانيا؟ اصل انا لو دفعت من البدايه على فكره دي برده مش افضل حاجه. بص. والركراكي انا ليه بقول ده؟ عشان الركراكي اكيد عارف مش بيدافع، هو بيهاجم، وده أنا اللي عمله في الماتشات اللي فاتت. بص يا نهاوند، انا اللي انا عايز اوصله لك ان المباراه طول ما هي 0-0
المنتخب المغربي في الجيم. وعشان تفضل 0-0 هيهاجم ولا هيدافع؟ لا هو ممكن يلعب بتوازن، ما هو ما فيش مشكله ان هو يهاجم او يدافع، ولكن ممكن يلعب بتوازن، ممكن يقفل وممكن يلعب على الكونتر اتاك. وانا بقول لك لو فتح الجيم بدري مع المنتخب بس الاسباني، بس عايز كونتر اتاك برضو لو نبي، لان هم عندهم فكره سرعه الارتداد من الهجوم للدفاع او العكس، او العكس جدا. صحيح، من ابرز السمات في المنتخب الاسباني، فهو صحيح. عنده مهمه صعبه في الحالتين، دافع او هاجم، هو في مشكله الحقيقه. صحيح، فعشان كده بقول لك ان الركراكي ممكن يلعب جيم متوازن جدا، ممكن يخطف المنتخب الاسباني. احنا كلنا النهارده احنا كلنا النهارده المغرب. والحقيقه كانت لفته مهمه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه، ان هو هنى الشعب المغربي طبعا بتاهل المنتخب المغربي، ودي كانت لفته مميزه جدا. اعتقد برضو دايما الاهلي زي ما انت ما قلت سباق في الحاجات دي، فاعتقد ان المنتخب المغربي هيلعب على الكونتر اتاك، مش هيفتح المباراه مبكرا ابدا مع المنتخب الاسباني. نتمنى ان المنتخب المغربي يقدر يخطف هدف، لان لو خطف هدف اعتقد ان الشك هيخش جوه المنتخب الاسباني طبعا، وهيبدا يفتح خطوطه، وبالتالي ممكن المنتخب المغربي يضيف في الهدف الثاني اعتقد. طيب لو احنا ما وصلناش لغايه اي اهداف في الماتش، خلاص وصلنا لغايه ضربات الترجيح، اكسر طايم الاول وبعد كده ركبت، ما انا بقول لك وصلنا بقى لضربات الترجيح، بتشوف مين كفته هنا اقوى؟ لا بصي، ما دام وصلنا لركلات الترجيح هنقول لك 50-50. 50-50 طبعا. حارس المرمى ياسين بونو، اتمنى على المستوى الشخصي يا كريم ان هو يكون النهارده على الميعاد، لان هيكون عامل مؤثر جدا زي ما انت ما قلتي، لو المنتخبين وصلوا لركلات الترجيح اتمناها. لو المنتخب المغربي ما قدرش ان هو يحقق الفوز في ال 90 دقيقه او في المباراه نفسها حتى في الاكسترا تايم، اتمنى ان المنتخب يقدر يحقق الفوز في ركلات الترجيح، لان يعني اصل ما دام انت وصلت لركلات الترجيح ففي فرصه كبيره للمنتخبين. بالظبط، هي هتتوقف طبعًا. بس على هتتوقف على الحارس المرمى كمان بنسبه كبيره، واللاعبين اللي هيخشوا يسددوا ركلات الجزاء. في ضوء مشاهداتك حتى هذه اللحظه، وفي ضوء معرفتك السابقه بالمنتخبات اللي مشاركه في النسخه دي من المونديال، شايف غالبا مين اللي هيوصل للمربع الذهبي؟ مش هقول لك للماتش الفاينل، هقول لك للمربع الذهبي، مين الاربع منتخبات؟ بص احنا لما جينا اتكلمنا عن مباراه فرنسا وانجلترا احترنا بين المنتخبين. صحيح. يعني تخيل انت منتخب انجلترا بيلعب منتخب بحجم المنتخب الفرنسي حامل اللقب، وطبعا منتخب انجلترا برضو لما نيجي نتكلم عن المنتخب الانجليزي هنتكلم عن مهاجم عنده 18 سنه، احنا لما المهاجم الاساسي بتاع منتخب انجلترا عنده 18 سنه، احنا هنا بنقول اللي عنده 18 سنه ده لسه ناشئ. ايوه انا هون. لا طبعا انت فاكر لما كان في فريق ما بيلعب للعيبه عندهم 23 سنه؟ صحيح. وقال لك بنلعب بالناشئين بس يعني بالفعل انا هون، ما هو ده كريم اللي انا بتكلم فيه. انت متخيل لما يكون لاعب عنده 18 سنه الانديه في العالم بتتهافت عليه وبتحط ارقام كبيره، واحنا عندنا هنا اللاعب بيبقى عنده 21 و22 و23 سنه وبنقول ان الفريق ده بيلعب بالناشئين قدام الفريق الاول، فين المنطق هنا؟ الكفتين مفيش توازن خالص. فاحنا لما جينا اتكلمنا، نرجع تاني للمونديال، لما جينا اتكلمنا عن انجلترا وفرنسا اعتقد هنا الكفتين تحس ان هما متساويتين. انجلترا جاي بيحمل طموح طبعا الجمهور الانجليزي، فرنسا اللي احنا على المستوى الشخصي احنا بنحب الكره الفرنسيه، بنحب مبابي، بنحب طبعا احنا كريم بنزيما كمان ملوش حظ طبعا. الحقيقه يعني بعد ما طبعا ومالوش حظ يا نهاوند، يعني هو فقد اللعب في اليورو، وخلي بالك اليورو اللي فات وكاس العالم اللي فات برضو قبل كاس العالم اتصاب برضو، فالحقيقه برضو بعد ما فاز بالبلان دور والكره الذهبيه اتصاب ايضا في النسخه الحاليه وما قدرش يكون متواجد، واعتقد ده اخر كاس عالم بالنسبه لكريم بنزيما، لان اللاعب خلاص عنده 33-34 سنه، فاعتقد على 2026 يعني هيكون الناس الوضع. الحلوه عمالين ينقصوا، انت عندك رونالدو اخر كاس عالم، المونديال الجاي هتلاقي فيه اسماء كتيره قوي. صحيح طبعا. صحيح، ممكن بنسبه كبيره كريستيانو رونالدو، ميسي، كريستيانو ليفاندوفسكي، ممكن بنزيما، يعني بالظبط، هنلاقي حتى في المنتخب الالماني خلي بالك عناصر ايضا كبيره، يعني لو اتكلمنا. فانت بص، انت سالتني سؤال يعني صعب التجاهم بيه
في ظل المعمعه اللي احنا بقينا فيها يا كريم. يعني هنتكلم عن انجلترا وفرنسا، انا اتوقع ان المنتخب الفرنسي قادر ان هو يتيح بالمنتخب الانجليزي. هو مش في احسن حالاته عموما طبعاً. النسخه دي مش انت حسيت بكده برضو؟ بكل يعني تأكيد. انا دايما بستشهد في النقطه دي بالماتش اللي شفته لهم مع المنتخب الامريكي وفرق التاريخ ما بين الاثنين. لا المنتخب صحيح. الامريكي كان كعبه عالي على الانجليزي. صحيح، كان مباراه كبيره جدا. ما شوف احنا لما اتكلمنا في البدايه قلت لك الفوارق اتذللت تماما، ما بقاش في فوارق ما بين المنتخبات. دور ال 16 بقى يختلف، يعني هي المباراه الاقصائيه دي بتختلف. يعني شفنا البرازيل خسر من الكاميرون، شفنا لما جه في دور ال 16 امام المنتخب الكوري اللي مالوش حظ قدر ان هو يفوز بنتيجه عريضه بربعيه. اعتقد مباراه فرنسا وانجلترا هي مباراه نهائي مبكر. المنتخب الفرنسي على ما اظن يعني من خلال توقعاته ومن خلال متابعته للمنتخب الفرنسي قادر ان هو يحقق الفوز على المنتخب الانجليزي. كده لو اتكلمنا في المربع الذهبي يا كريم، برضو لسؤالك هنتكلم عن المنتخب الارجنتيني لو ما اصطدمش بالمنتخب، لان خلي بالك المنتخب الارجنتيني ايوه بالظبط في سكه المنتخب البرازيلي في الدور قبل النهائي، مش هيتقابلوا قبل كده. فاعتقد ان المنتخب الفرنسي فرنسا البرازيل هولندا والارجنتين برضو خلي بالك هتبقى مباراه هتبقى بس الكفه برضو الارجنتين يعني هولندا معاه خلي بالك سكواد على مستوى عالي جدا وخلي بالك يعني طالعين كده من تحت، محدش حاسس بالمنتخب الهولندي ولا بالدوشه ايوه ولا بالطواحين الهولنديه اللي كورتهم جميله جدا. فاعتقد ما بين الارجنتين وهولندا مع البرازيل وفرنسا هيبقى في منتخب رابع، اتوقع البرتغال. ادينا هنستنى وهنشوف. ما هو في البرتغال واسبانيا، في خلي بالك يعني في البرتغال واسبانيا، لكن انا اتوقع ان البرتغال لو اتقابلت مع اسبانيا اعتقد ان البرتغال وكريستيانو رونالدو، لان ده حلمه يا كريم ان هو يفنش المهم يلعب بس. ده ناس بتقول لك خلي كريستيانو دلوقتي قاعد، حاجه بقت صعبه قوي والله. على كل حال اسلام نورتنا بجد، وهنتابع معاك كده كده المونديال لسه، وتنورنا تاني. تنورنا تاني قريب ان شاء الله. ده شرف ليا ان انا كنت موجود معاك، وشرف كبير ليا وفخور ان انا موجود في بيتي. بشكرك يا كريم وبشكرك يا نهوان وبشكر فريق الاعداد المميز بجد الحقيقه، يعني استقبال على اعلى مستوى. انا فخور ان انا كنت موجود معاك صباح المونديال. طيب احنا هنطلع فاصل، ده الفاصل الاخير، ونرجع بقى عشان هتكون نهواند مستضيفة دكتورة ايمان المراكبي في فقرة طبية ان شاء الله تكون مفيدة لكل حضراتكم. تابعوها، خليكم معانا.